سائل يقول: هل التميمة، هل تعليق التميمة شرك أكبر أم أصغر؟ حسب القصد، إن كان يعتقد أنها تدفع وتنفع هي نفسها هذا شرك أكبر، أما إن كان يعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر. إن كان يعتقدها مجرد سبب وأن الشافي هو الله فهذا شرك أصغر وهو خطأ ويجر إلى الشرك الأكبر. نعم.